بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة تاني نمرة من ورا العماير اللي قدام حضراتكم دي. كده بقى يا جماعة وصلنا الشقة بتاعت النهاردة في الدور أول بلكونة. نبدأ نخش كده برجلنا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. الشقة يا جماعة مساحتها 150 متر. الشقة لسه متشطبة بقالها شهرين بالظبط. اول حاجة كده بيجي لنا الريسبشن ده يا جماعة ريسبشن 3 قطع، ممكن يبقى قطعتين كبار، ممكن ياخد معايا كمان 3 قطع. هنا طبعا جنب الريسبشن بيجي لنا الحمام بتاع الضيوف. ده كده حمام الضيوف اهو يا جماعة، ما شاء الله تشطيب نظيف جدا يا جماعة، كل حاجة معمول حسابها بعناية بالنسبة للسباكة، بالنسبة للكهرباء، اللي هم دول يعتبروا طبعا اهم نقطتين في التشطيب، السباكة والكهرباء. السباكة بتاعتنا بي ار الماني، والكهرباء السويدي اصلي. ده كده حمام الضيوف. نبدأ بقى نخش نشوف بقية الشقة معانا. ده كده ريسبشن اهو يا جماعة، ده التشطيب زي ما قلت لحضراتكم لسه متشطبة يا جماعة من شهرين بالظبط. سيراميك فرز أول. ده كده الريسبشن. هنا كده بتجيلنا طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام التاني الكبير اللي هو الإيه؟ الحمام الرئيسي. تعال كده نشوف المنظر من الريسبشن هنا. ده كده يا جماعة هو الشارع اللي احنا جايين منه. الشارع ده يا جماعة تاني نمرة من كورنيش النيل، فانت تاني نمرة من الكورنيش. ده شارع 8 متر اهو، والشارع ده يا جماعة مقفول هنا بالسور ده، يعني منطقة هدوء، منطقة هادية، مفيش فيها اي اصوات مزعجة ولا حاجة. ده من اجمل المميزات بتاعت الشقة بتاعت النهاردة. يلا نرجع بقى نشوف بقية الشقة. طبعا مش هذكر حضراتكم ياريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. تعالوا بقى نخش طرقة التوزيع ونشوف الغرف وجمال الغرف والمطبخ والحمام. تعالوا هنا كده الاول نشوف المطبخ. ده المطبخ يا جماعة، دي المساحة بتاعته. طبعا الشباك ده على منور. ده كده المطبخ اهو، دي المساحة بتاعته. في عندنا هنا طبعا الحوض الرخام ده بالحل الاستانلس الغطسة دي. ده كده المطبخ يا جماعة. نشوف هنا كده بقى أول غرفة. دي أول غرفة أهي، دي مساحتها تقريبا 5 × 6، ما شاء الله مساحتها حلوة جدا. واخدة معانا سريرين، السرير الواحد فيهم 120 متر، ومسافة كبيرة طبعا في النص كمان أهي، يعني ما شاء الله المساحة كبيرة جدا بتاعت الغرفة. وده الشباك ده بيبص برضو على نفس الفيو بتاع الريسبشن، نفس الشارع اللي هو 8 متر، الشارع الهادي اللي انا وريته لحضراتكم ده. ما شاء الله يا جماعة على فكرة التلات غرف بالمساحات الجميلة دي، مساحتهم كبيرة جدا التلات غرف ما شاء الله. الشقة نفسها مساحتها حلو، يعني 150 تحس ان هي تحميل قديم، يعني المساحة تحس ان هي ما شاء الله جايبة معاك المساحة الفعلية. دي كده أول غرفة شفناها. هنا كده بقى طرقة التوزيع برضو بنكمل فيها. بيجي لنا هنا كده
الحمام الكبير او الحمام الرئيسي بتاع الشقه. ده كده الحمام اهو، وده البانيو الظريف الصغير الجميل ده، وهنا كده الحوض، ده يا جماعه التشطيب اهو، تشطيب جميل جدا زي ما قلت لحضراتكم. السباكه بي ار الماني بالضمان، كهرباء سويدي، ان شاء الله تشطيب جميل ورقيق ولذيذ، مفيش فيه بهرجه كتير ولا حاجه. بعد كده هنا بتجيلنا الغرفة التانية، دي الغرفة التانية اهي، برضو ما شاء الله مساحتها حلوة جدا، دي حوالي 4.5 او 24 سنتي تقريبا في 6 متر، برضو نفس العرض بتاع الغرفة الاولى اللي احنا شفناها. برضو ما شاء الله شايلة سرير كبير اهو، وشايلة دولاب برضو 6 دولف ما شاء الله جميل، والشباك ده برضه بيبص على نفس الشارع يا جماعه. دي كده تعتبر الغرفه الثانيه. وطبعا بالنسبه برضه باكد للناس اللي بتسال، البيع يا جماعه بدون الفرش، البيع لا يشمل الفرش. هنا كده بقى بتجي لنا الغرفه الثالثه، بس بعتذر لحضراتكم ان مش هقدر افتحها لان فيها اغراض خاصه باصحاب الشقه مش حابين ان هم يعرضوها. فان شاء الله اللي هيجي هنوريها له على الطبيعه. هي برضو ما شاء الله مساحتها كبيره برضو زي الغرفتين اللي احنا شفناهم دول. نراجع برضو مع بعض البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 150 متر تحت العجز والزياده. الشقه 3 غرف ورسبشن قطعتين او 3 قطع كمان، ومطبخ واتنين حمام. الشقه لسه تشطيب جديد يا جماعه من شهرين بالظبط، كل حاجه معمول حسابها. السباكه بي ار الماني في الضمان، الكهرباء السويدي اصلي، ما شاء الله كل حاجه معمول حساب. الشقه في الدور الاول اول بلكونه بعد الارضي، العماره 6 ادوار والاسانسير تحت التركيب، وكده كده احنا مش محتاجين الاسانسير في حاجه لان احنا اول بلكونه. الشقه عنوانها كورنيش المعادي، تاني نمره من الكورنيش بالقرب من شارع اسيا. الشقه سعرها بدون الفرش اللي قدام حضراتكم ده 900,000 جنيه سعر نهائي. ولاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.